الشابتر ده هتكلم معاك عن الفاونديشن او الاساسات. عندي مثلا الوول ده انا عملته خلاص من 1 لـ 6، ما عنديش اي مشكله. طب الحمض بتاعه اللود بتاعه بيجي على ايه؟ بيجي على الفاونديشن. فهنعمل عندنا في الشابتر دوت اللي هو الاستراكشر دوت اللي هو عندي زي اللي بيظهر عندي في الصوره ده، ده بيكون في الليفل اللي هو التوب فوتنج باي عمق انت بتحدده. عندي بعد كده بيكون تحتيه الايزوليت، نفس المبدا بالنسبه للكولوم. عندي هنا انا هعمل كولومز جوه، وليكن الكولوم دي بتكون الانترسكشن بتاع الجريد او اللوكيشن انت بتحدده. بيكون اول حاجه الميتال او الستيل دوت اللي هو بيظهر عندي في الصوره بالشكل ده، ده اللي هو الاستراكشر. بيكون مغلف او محاط بجزء اركتكشر، مش معقول تبقى انت في الاوضه مثلا عندك الوول اللي فينيشنج وجنبيك بيكون في حته ميتال طالعه للكولوم، لا لازم يكون مغلف بالجزء اللي هو الاركتكشر وبيديله برضه الحمايه، لان كده كده لو ميتال ممكن يحصل له صدأ الى اخره. فعندي هنا في الحاله دي بيكون الكولومز برضه بيجي من تحت من عند التوب فوتنج بتعمله الاستراكشر بتاعه. الاجزاء ديت برضه بيكون ليها الايزوليت بتاعها زي ما في الصوره عندي كده. يبقى تاخد بالك ان في الشفطه ده بنتكلم على الاساسات اللي هي بتاخد كل اللود بتاعك والحمل بتاعك. نوع الماتيريال اللي بتستعملها بتكون مع مهندس مدني، انت بيكون عندك خلفيه ازاي بتعمل اللوكيشن بتاعها.